من نينوى ينضم إلينا مراسلنا قاسم الزيدي. مرحبا بك قاسم، ما هي آخر التطورات المتعلقة بإغلاق المؤسسات الحكومية، وهل تمكنت القوى الأمنية من إعادة الأوضاع إلى طبيعتها؟ نعم سفيان، استنفار أمني كبير في قضاء سنجار بعد ورود كتاب من جهة تطلق على نفسها الإدارة الذاتية الديمقراطية التابعة لحزب العمال الكردستاني بغلق الدوائر الحكومية ومقرات المنظمات الدولية في القضاء. عقب هذا الكتاب طبعا تلقت محافظة نينوى وهذا البلاغ من قبل الإدارة المحلية للقضاء، على الفور أبلغت بغداد بوجوب تحرك وإسناد للقطاعات الأمنية المتواجدة في القضاء. على إثرها تحركت قطاعات من الفرقة 20 التابعة لقيادة عمليات غرب نينوى، وإضافة إلى الشرطة المحلية وعناصر من الأمن الوطني، طوقت المباني الحكومية ودوائر الدولة في القضاء. لكن في الحقيقة موظفين الذين يباشرون في قضاء سنجار غادروا القضاء، من الذين يقتلون أقليم كردستان خاصة تحسبا لحدوث أي تطورات أمنية. وبالفعل نعم، حدثت تطورات أمنية في ساعات المغرب من خلال حدوث اشتباكات بين موالين لحزب العمال الكردستاني بعد قيامهم بعمل تظاهرة في ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار، اعتراضا منهم على القصف التركي الذي يشهده القضاء منذ يومين. على إثرها طوقت قوة أمنية من الجيش العراقي المظاهرة، واتخذت حقيقة القوات الأمنية بحسب مصادر أمنية مبدأ ضبط النفس مع المظاهرة، حتى قيام بعض من عناصر يعني داخل المظاهرة بافتعال مشكلة وهي إضرام النار في إحدى العجلات العسكرية للقوة التي تحمي المظاهرة. طيب. على إثرها ردت قوات الجيش العراقي النار على الذين حاولوا إضرام النار، تسببت بإصابة مدنيين اثنين. نعم سفيان. طيب، قام مقام سنجار دعا المحافظ إلى إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة، هل وصلت ردود أفعال حكومية في بغداد، وما الجديد بشأن يعني اتفاق التطبيع؟ بالفعل سفيان، حكومة نينوى أبلغت العمليات المشتركة بوجوب إرسال تعزيزات إضافية إلى سنجار، وبالفعل قامت العمليات المشتركة بإرسال تعزيزات من قبل قيادة عمليات غرب نينوى وتحديدا من الفرقة 20 إلى قضاء سنجار، وتحديدا فوج من المغاوير لمسك الأرض هناك والعمل على إرجاع الأمن إلى سابق عهده. حقيقة يعني نواب سنجار طالبوا بالإسراع بالالتزام باتفاقية سنجار التي تنص على اختيار قائم مقام من مختار من أبناء القضاء، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة واقتصار القوات الماسكة للأرض على الشرطة المحلية والأمن الوطني حصرا دون تدخلات من أي جهة مسلحة أخرى من خارج القضاء. نعم سفيان، هذا نعم هو المشهد في سنجار. نعم، وضحت الصورة مراسلنا من نينوى وقاسم الزيدي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.